فضيلة الشيخ، كثير من المتصوفة وهم لا علم عندهم جلسوا للرقية يتكسبون منها، فيفرضون على المريض بعضا من المال قبل العلاج وبعد العلاج، فهل يجوز هذا الفعل منهم؟ وإذا حل أحدهم بعض طلبة العلم فما نقول له؟ يا محب، هذه المسألة كثرت عندنا، ما هو لا عن الصوفية والمتصوفة، الحمد لله بلادنا إن شاء الله نزيه من هذا، لكن التكسب بالرقية كثر كثيرا عندنا جدا، ومن أناس الله أعلم بحالهم من ناحية الاستقامة، الله أعلم، لكن المؤمن الذي يريد أن ينفع أخاه هو الذي يقرأ، فإن أعطي أخذ وإن لم يعطي لم يسأل، وهذا هو الذي يجعل الله تعالى في رقيته بركة. أما من جعل القرآن الكريم وسيلة للتكسب فقد اشترى الدنيا بعمل الآخرة والعياذ بالله، وما له في الآخرة من نصيب. وهذه مسألة في الواقع صارت على مستوى كبير الآن، وينبغي أن تعالج من قبل المسؤولين.